طبعا انا خدت الورقة اللي تحت الاول، وبعد كده اللي فوقيها، وبعد كده اللي فوقيها، كل ورقة لها شكل طبعا. وانت بتدهن لازم يكون الدهان بتاعك متناسق، ما تخليش الفرشة تعمل منك حروف، ويبقى ظلل باللون الاسود في المنطقة اللي مش واصل لها نور، اللي هي المنطقة اللي هي فاصلة الورقة من بعضها. طبعا ده الكيرف برضو بيبين ان الورقة مقلوبة، وبيديك شكل واقعي اكتر. طبعا لو انت عاوز تحدد الوردة بالرصاص الاول، هتجيب اخر الفيديو وهتوقفه وتحدد تحدد الوردة، وبعد كده ايه تسمعه من اوله. طبعا زي ما قلت في اول الفيديو ان انا شغال ببلاستيك نص لامع، ومعايا فرشة نظيفة متخصصة عشان ما تعملش منه خطوط، ومعايا اللون الاحمر الكاتم قالب على لمبيتي شوية، ومعايا اللون الاسود. طبعا اللون الاسود في المسدس، واللون الاحمر الكاتم ده انا بدهنه بالفرشة. في هنا كيرف برضو، طبعا الكيرف ده ممكن يتعمل وممكن ما يتعملش، لكن هو بيديك ايحاء ان الورقة مقلوبة شوية. طبعا خلصنا الناحية اليمين، هندخل على الناحية الشمال. لو لاحظتوا يا جماعة مفيش ورقة شبه التانية، أكيد بتكون في واحدة أكبر وواحدة أصغر، كل واحدة لها شكل مختلف، وكل واحدة لها وضع مختلف، وكل ورقة لها مكان مختلف. يعني الورقة اللي على اليمين اللي فوق ما ينفعش أعملها كبيرة من فوق زي من تحت، مش هتديني البعد. كل ما صغرت من فوق هتديني بعد وهتديني واقعية أكتر. طبعا أنا بظلل بأسود المكان اللي مفهوش نور أو المكان اللي مفهوش إضاءة، وبعد كده في النهاية بفنش بالأبيض بتبان معايا واقعية أكتر. الورقة دي فيها كيرف برضه، وبظلل بالاسود برضو. طبعا انا بظلل للورقة وبظلل للكيرف، لان الكيرف ده لما بيكون مقلوب بيعمل ظل تحتيه، نفس اللي تحت هي هي اللي فوق. ممكن اعمل للورقة كيرف من ناحيتين، ممكن اعملها من ناحية، لكن على حسب وضعها وشكلها ومكانها. دي برضو الورقة الاخيرة بتكون صغيرة من فوق شوية، لأن اللي فوق ده هو البعيد. طبعا وانا بدهن هنعم الدهان، لأن كل الدهان ما بقى ناعم، كل ما هيبان معايا شكل أحسن. طبعا التمنايه اللي انا شغال بيها دي تمنايه صين عاديه خالص، لان البلاستيك ما بينفعش فيه غير التمنايه الصيني. طبعا انا كده خلصت خلصت الجناب، فاضل قلب الورده، وده طبعا اهم جزء في الورده كله، اللي هو بيديك إيحاء إن الوردة حقيقية، اللي هو قلب الوردة. بالنسبة لقلب الوردة برضو بجيب البعيد الأول، وركزوا معايا كويس في قلب الوردة، لأن ده يعتبر أصعب من اللي بره شوية.
برضو بزلل بالاسود كده. انا خدت الورقة البعيدة، بعد كده باخد الاقرب، بعد كده باخد الاقرب، والموضوع بسيط يا جماعة، بس محتاج بس خيال، محتاج تعرف الورقة تقراها. طبعا كده انا خلصت القلب الاساسي، فبضطر اغمقه جامد لان هو ده القلب الاساسي بتاع الورد. طبعا ده الجزء الاساسي بتاع الوردة اللي هو القلب الاساسي. طبعا الورقة دي تعتبر لفة، الورقة اللي جوه دي اللي انا زللتها بالاسود الصغيرة اللي على اليمين هي اللي انا شغال فيها دلوقتي، بس هي لفة. وده الكيرف بتاعها، الكيرف الخارجي برضو. طبعا دي فرشة صغيرة بحدد بيها الحتت اللي هي رفيعة، وبظل الاسود برضو. كده خلصت الجنب اليمين. طبعا انا كده بدأت في الجنب اليمين، الشمال قصدي، وباخد المنطقة اللي تحت الاول لان الكيرف هيكون فوقيها، وبظلل تحت الكيرف بالاسود. وبدي بخة بسيطة تحت على الشمال. طبعا دي اهم مرحلة في الوردة، اللي هو الكيرف اللي على الشمال الفوقاني خالص، لان هو ده اللي بيدينا تأثير 3D. طبعا كده بدأت تبان معانا يا جماعة خالص، ويعتبر كده احنا خلصنا مرحلة الاحمر والاسود.